إلى موضوع آخر الآن، مشاكل التعويض والتقاضي اللي واجه فيها ملف جرحى وشهداء الثورة، خلى اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة ومركز تونس للعدالة الانتقالية تفسر عملية جبر الأضرار عند حالات الانتهاك لحقوق الإنسان. الحق في التقاضي واللجوء للتعويض في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في تونس كان عنوان الملتقى اللي نظمته اليوم اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة التونسيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية. حبينا أنه المسألة نطرحها من الجانب يعني القانوني وكذلك من الجانب العملي. Après que la justice soit faite et les criminels qui ont violé les droits de l'homme soient punis avec des peines proportionnelles à la gravité des crimes commis, viendra une réconciliation. Sans ça, c'est impossible. أما كيفاش يكون جبر الضرر وشنية خصائصه أي دور للضحية فيه؟ جبر الضرر راه يقتضي النظر إلى كل حالة على حدة ويكون مش معناها فقط راه بالفلوس عاد نعطيك الفلوس لأن الناس ما ترضاش بالفلوس لأنه كي تعطيه الفلوس عبارة هنتو أول حاجة ما لقيناش شكون المسؤول على الانتهاكات هذيك خاطر ما ردينالوش الاعتبار نتاعو ما أقريناش مسؤولية شكون. كيف نحكي على حفظ حقوق الضحية نحكي أيضا على تصنيف من هي الضحية. الضحية أفراد أكيد مجموعات جهات والمجموعة الوطنية بأسرها هذوما الكل ضروري أن التصنيف يصير بشكل دقيق وعلمي حينما نتطرق لموضوع جبر الضرر. المدة الزمنية هو من بين الأسئلة الرئيسية التي تطرح عند انطلاق المسار ومن دور ومن المطروح على الذين سيشتغلون على محاولة إيجاد أجوبة على هذه الأسئلة أن يوضح هذه الأمور. ليس من شأن جهة أن تحدد مسبقا لا مدة زمنية ولا نوعية للقضايا ولا أي جزئية أخرى هذا يحدد لاحقا. بدرا من المجتمع المدني الوطني والدولي لحل مشاكل التعويض والتقاضي الجرحى وشهداء الثورة باش تنتهي بمشاريع حلول لإنهاء الملف هذا. أما نتسألوا كيفاش باش توفى خاصة بعد الموقف اللي خذوه بعض الحقوقيين من الحكم الصادر في قضية بركة الساحل.